الحقيقة الرائدة والمتميزة في صعيد مصر. احنا النهاردة اجتمعنا وشرفنا بالاجتماع مع مجلس الجامعة وشفنا الخطط المستقبلية للجامعة. الحقيقة حاجة واعدة، يعني نتمنى لهم كل التوفيق. السكة لو قطع ولا حصل حاجة. الس
الصندوق اللي معايا ازاي؟ كانت الميزه بتاع حالات الوفاه لا قدر الله ان احنا خلينا حتى اقل 50,000. خاصة العيال بالنسبة للخلاقات يعني مختلفة.